انت كنت عند معالي النائب العام بتعمل ايه يوم الحد قبل ما تروح نقابة المحامين؟ والمذكرة صورتها معايا. انت لسه رايح تتقدم ببلاغ في الفيلم الهندي الخيالي اللي من وحي خيالك بتاع ابو سنيدة، ومعالي النائب العام اشر لك على البلاغ وحوله لنيابة امن الدولة العليا. يعني شغال تكذب ليك سنة وتقول النائب العام بيحقق وهيقبض عليهم، وعشرة خليتهم اتناشر، ومخدرات وخونة وجواسيس، وانت لسه مقدم البلاغ يوم الحد. لو راجل طلع تاريخ تقديم البلاغ. ومعالي النائب العام نبيل بصادق، النائب العام الجليل المحترم، أشر وحول بالبلاغ بتاعك إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهي نفس التأشيرة اللي احنا هنحصل عليها من معالي خلال أيام، لأن احنا عاملين مذكرة أمر من بتاعتك وأرفقنا فيها كل السديهات، وبنتهمك إنك أنت بتتهم ناس محترمة ومفبرك لهم مكالمات ومفبرك لهم واتساب ومفبرك لهم رسائل، وبتدعي انهم خونة وجواسيس وعملاء. حمادة بيصاوي الراجل المحترم لسه واصلوا منك البلاغ يوم الحد، ورحت قدمته بنفسك وتأشر عليها، يعني قاعد تنصب علينا وتضحك علينا لك سنة وتقول التحقيقات شغالة وعلى مكتب النائب العام، وحمادة بيصاوي هيستدعيهم وهيتقبض عليهم الخميس ده وهيتقبض عليهم الخميس اللي جاي. لو راجل رد، سيبك من الأونطة وهتطلع تشتم بلسانك الطويل وتقل أدبك، سيبك من الكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله. لو راجل رد